ولمزيد من التفاصيل أيضا معنا دكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ بطنطا. دكتور محمد، يعني هناك 16 حالة مصابة يعني إثر هذا التفجير الذي حدث. شرطي وثلاثة مدنيين. هو في أربع حالات بس نعتبر إن هي حالات خطرة شوية. ثلاثة منهم جراحة مخ وأعصاب، لأن تقريبا القنبلة دي اللي هي بيبقى فيها البن والمسامير، فبتطير الشظايا ديت بتخش في واحد منهم دخلت في بطنه وطلع الأمعاء بره، وفي نزيف طبيب البطن وبيتعملوا دلوقتي استكشاف. نعم. استكشاف جراحي يعني. والثلاثة مخ وأعصاب، واحد منهم كان جاي القلب واقف، اتعمل له إنعاش والقلب رجع الحمد لله، وهيتحط على تجهيز نبض الصماع، ده اللي هو يعني يعتبر إن هو أكثرهم خطورة يعني. وفي حالتين تانيين مخ واعصاب نفس القصه، نزيف في المخ وشظايا في المخ، بيتعمل لهم دلوقتي عمليات قسم جراحه المخ والاعصاب في المستشفيات. يعني في ثلاثه بيتعمل لهم عمليات يعتبر حالتهم خطره، وفي حاله اتحطت على جهاز نبض صناعي لان حالتها ما تسمحش انها تعملها عمليه، لانه هو كان جاي قلبه واقف، وده اكثرهم خطوره يعني. الباقي اصابات ما بين شظايا في الرجل وفي الايد وحروق والى ما ذلك يعني. نعم دكتور محمد اتفضل. تعتبر اصابات بسيطه يعني اول بيشنت. والعميد ده اللي هو عميد الكليه عندنا ورئيس الجامعه، هم خدوا قرار المستشفى العالمي التعليمي اللي هي الجديده ديت هننقلهم بعد العمليات وكده في المستشفى التعليمي يعني. نعم دكتور محمد، يعني كان معي منذ قليل دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وقال أنه ليس أو لا يعني لا توجد حالات إصابة يعني مرشحة إلى أن تصل إلى وفيات، يعني ما هي حالة؟ لا لا حضرتك. نعم. أنا عندي حالة تعتبر إكلينيكيا طيب ميت. نعم. أنا عندي يعني حالة تعتبر إكلينيكيا، هي وكان جاي ميت أساسا، القلب كان واقف ويعتبر نتيجة المخ في تلف. نعم. فهي مع الانعاش على القلب والادويه اللي بتتاخد القلب بيرجع، بس ما نقدرش نحكم المخ هل هو ممكن يشتغل تحت. لا يعني نعم دكتور محمد. طب ما هي استعدادات المستشفى ليعني تهيئه ادويه؟ والله بص يا استاذه، عدد الدكاتره وصراحه كان في تعاون من جميع الاقسام، كله نزل يعني، نبطش مش نبطش كله نزل يعني، عدد الدكاتره اضعاف العدد المصابين يعني. نعم. وطبعا الصيدليات كلها بتاع المستشفيات، فاحنا جامعه طبعا، احنا جامعه ومستشفى كبيره يعني، ما فيش الحمد لله اي مستهلكات او ادويه، ما فيش حاجه ان شاء الله يعني. دكتور محمد، المصابين الذين هم في حاله خطره هم مدنيين ام شرطيين؟ منهم واحد مدني وثلاثه شرطه. واحد شرطي. وهل تستطيع ان تكشف لنا يعني خطورة هذه المادة يعني خطيرة يعني؟ نعم هي حضرتك الوصف بتاع الشرطة اللي قدامي ان دي قنبلة بدائية اللي هي بيبقى فيها بارود وعلى تايمر، وحطوها تقريبا في موتوسيكل قدام عربية، وكان كلام هل القنبلة في العربية ولا في الموتوسيكل، بس انا شايفهم بيقولوا ان هي كانت في الموتوسيكل، وتقريبا على تايمر وميعاد خروج الناس والموظفين والشفتات يعني او حاجه زي كده يعني، مكان تجمع قدام البوابه اتفجرت. فدي بتبقى قنبله بدائيه فيها بارود يعني ماده قابله للانفجار، ومعاها مسامير ومعاها. نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ بطنطا. مشاهدينا يعني كانت هذه لقطات منذ قليل الحادث التفجير الذي وقع امام مركز تدريب للشرطه في الغربيه بطنطا، واسفر عن اصابه 16 شخصا من بينهم ثلاثه مدنيين واربعه في حاله خطره ثلاثه